اللي هيكسب. بس لازم نعرف حاجه يا جماعه، ان في حاجه اسمها في فوز وهزيمه، وده مكسب وخساره، فمش مشكله ان احنا نخسر، بس بالعكس احنا نقوي الفريق بتاعنا، ولو في حاجه محتاجينها نعملها، وان شاء الله احنا هنكسب المصري باذن الله تعالى. انا اتوقع ان العبره بالخواتيم، العبره بالخواتيم، احنا نهدى ولازم الناس تهدى عشان نعرف ناخد قرار. لو ما خدناش قرار صح كل الانفعالات تجيب قرارات خاطئه. ماتش الاهلي والمصري ماتش مصيري ومهم، ولازم نجيب كل ما امكن من قوه عشان نجيب الثلاثه بونت. مباراه صعبه، مرحمة هتبقى حماسيه، هيبقى فيها شد عصبي. اتمنى من لعيبه الاهلي يعني تطلع من اجواء الشد العصبي والتوتر، لان هو الكوره مش بالتوتر ومش بالشد العصبي، لازم تهدى، لازم تلعب لعبك. الاهلي اول ما كان جه المدرب الجديد بتاعنا مارتن لاسارتي كنا بنلعب كوره حلوه، بنلعب كوره على الارض، بنتحرك من غير كوره كويس، بقالنا فترة كرات طويلة، كرات في السماء، لا ضغوط عصبية مش طبيعية، مش عارف ليه. يعني احنا انت راكب الدوري والمنافس بتاعك لسه مكمل في افريقيا وعنده اصابات وهيبقى عنده ظروف صعبة، انت خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل طلعت من افريقيا، فوت تركز في الدوري كويس جدا وتلعب بهدوء، تلعب الكورة بتاعتك، مش محتاج ان انت تبقى مشدود عصبيا ومنتهى الامانة. الشد العصبي ده يعني انا مش عارف، يعني في اسباب كبيرة جدا ليه، محتاجة ممكن يبقى في تدخل دكتور نفسي موجود مع الفرقة، يبقى في اي حلول، لان التوتر مبالغ فيه. بقول ان شاء الله باذن الله ماتش صعب، بس ان شاء الله الاهلي قدها، قد كل الظروف. الاهلي يعني اي فريق بطولات اكيد بيقع في مطبات كتير، مش معنى ان انت تخسر ان معنى ان انت انهارت، عادي الواحد بيتعب وبيقوم تاني. فان شاء الله باذن الله هيكون في خير كتير جاي، ربنا معانا ان شاء الله مع فرقه الاهلي، الدوري ان شاء الله باذن الله بتاعنا. انت بتتكلم في ان انت لو كسبت ماتشاتك اللي جايه كلها الدوري بتاعك، فما ان شاء الله باذن الله موجوده والاهلي قدها وكبه وهتعدي ومعاك يا اهلي دايما. والله بص، الفكره كلها دلوقتي ان الدوري العام بقى صعب جدا، فما بقاش تقدر ان انت تقيس ان في فرقه دلوقتي تقدر تمشي. طبعا المصري مع ايهاب جلال الفتره الاخيره مختلف جدا، يعني بنشوف كوره، بنشوف اداء، بنشوف طريقه، فبنشوف لعب كبير. طبعا النادي الاهلي احنا بقى لنا فتره يعني عندنا الثقة طبعا في الفرقة وكل حاجة، بس هي الفكرة كلها دلوقتي ان انت بتتكلم في مباريات حاسمة، فالنتيجة طبعا دي عند ربنا، بس احنا بنتمنى طبعا يعني الفوز للنادي الاهلي، بس هي الفكرة كلها برضو يعني مباراة صعبة جدا، فما تقدرش ان انت تتوقع لها كل حاجة. بإذن الله الاهلي لازم يلعب 8 بطوشة اللي فاضلين، لازم يكسبهم، لازم ياخد 24 بونت، كسب ال 24 بونت هياخد الدوري، التعادل في ماتش عليه العوض في الدوري، وربنا سهل. واللي جاي اصلح باذن الله. مباراه المصري لها طعم خاص باذن الله، الاهلي يكسبها وتنافس على الدوري، اي نتيجه الاهلي يكسبها حتى يا رب يكون 1-0، بس يطلع بكبوه.